السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نتمنى أنكم تكونوا كلكم بخير وبصحة وعافية. درسنا اليوم راح يكون عن اللاحقة در، لما تأتي اللاحقة در مع الفعل تعطيني الترجام فيل. الترجام فيل يعني الفعل المتعدي. ملاحظة قبل ما نكمل في الدرس، بالنسبة للفعل المتعدي هو ليس متعلق فقط باللاحقة در، وإنما لديه 3 حالات راح نتكلم عليها إن شاء الله في فيديو خاص بالفعل المتعدي. لكن اليوم فضلت أني نتكلم عن اللاحقة در لما تكون مع الأفعال بشكل خاص. ما معنى فعل متعدي؟ معناه أنه تجعل الشخص يقوم بفعل ما أو تدفعه للقيام بذلك الفعل. رح نأخذ الآن أمثلة توضح ذلك. وقبل ما ننتقل إلى الأمثلة لازم نعرف أنه اللاحقة در تتغير إلى 4 أشكال: در، دير، دور أو دير، وهذا على حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. فإذا كان الفعل ينتهي بحرف آ أو إ نضع در، آ أو إي دير، أو 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 دور، أ أو أو دير. ممكن الد تتغير إلى ت في حالة ما إذا انتهى الفعل بأحد أحرف فستكتشي شهاب، يعني إذا كان آخر حرف موجود في الفعل أحد أحرف فستكتشي شهاب فراح تتغير الد إلى ت لتصبح تر، تير، تور، تير. وهذا أيضا بطبيعة الحال على حسب قاعدة التوافق الصوتي الرباعي. نأخذ الآن أمثلة. مثلا عندي الأفعال التالية، وكالعادة دايما نأخذ الأفعال اللي كنا تكلمنا عليها من قبل في سلسلة الأفعال. نيسة، عندنا الأفعال التالية: يمك، يمك الأكل، ألمك، ألمك الأخذ، جولمك، جولمك الضحك، يابمك، يطمك الفعل أو القيام بفعل ما. إذن الآن راح نخلي هذه الأفعال أفعال متعدية. إذن كانت عندي مصادر، أول شيء قمت به حذفت ماك أو ماك، يعني خليت فقط جذر الفعل. عندي أول فعل واللي هو ي، إذن ما هو الشكل المناسب من هذه الأشكال لجذر الفعل ي؟ هذا جذر الفعل ينتهي بحرف آ. نتبع قاعدة التوافق الصوتي الرباعي راح تعطيني دير. وهنا نضيف أي زمن نريد، سواء كان الحاضر، الماضي، الماضي سواء كان الشهودي أو النقلي، وبالنسبة أيضا الزمن الواسع، الزمن المستقبل إلى آخره. هنا مثلا وضحت لاحقة الزمن الماضي الشهودي، أصبحت يديردي. يديردي يعني أكله أو جعله يأكل. إذا ننتقل للفعل الثاني آل، الشكل المناسب له هو دير. إذا فوضعت اللاحقة دير وزائد لاحقة الزمن الحاضر اللي هي يور. هنا وضعنا حرف صوتي رباعي لأنه انتهى بحرف ساكن، فأصبحت ألدريو. ألدريو يعني يجعله يأخذ. مثلا أريد أن أقول أنا أجعله يأخذ، تصبح ألدريوروم. ألدريوروم يعني أنا من أجعله يأخذ. عنا الفعل جول،
الشكل المناسب له هو دير. هنا بعد ما ضفنا اللاحقة دير لجذر الفعل، ضفنا أيضا لاحقة الزمن الماضي لكن النقلي، الماضي النقلي. قبل ما نكمل، بالنسبة لجميع الأزمنة وضحتها في سلسلة، راح نوضع لكم الرابط الخاص بها في صندوق الوصف. هكا إذا كان عندكم أي سؤال خاص بهذه الأزمنة تلقاوه في صندوق الوصف وتشوفوا بأنفسكم وتلقاوا الجواب. إذا ما لقيتوش في هذه الحالة اسألوني في التعليقات. المهم، قلت أصبح جولدرمش. جولدرمش يعني جعله يضحك. عندنا آخر فعل واللي هو ياب، الشكل المناسب له هو در. تصبح ياب در. ياب در، ركزوا معي، ياب در. هل هذا صحيح؟ طبعا هذا خاطئ. لماذا؟ لأنه الفعل ياب آخر حرف موجود فيه وهو أحد أحرف في استكتش شهاب، عندنا حرف بي، فلهذا راح تغير الدي إلى تي. مثلا هنا ضفنا لاحقة المستقبل لتصبح يبترجاك. يبترجاك يعني سوف يجعله يقوم بذلك الفعل. مثلا لو ضفنا اللاحقة سن اللي هي لاحقة ضمير سان، تصبح يبترجاكسن. يبترجاكسن يعني سوف تجعله يقوم بذلك الفعل. نأخذ الآن أمثلة على شكل جمل. عندنا بابا مو جولدردو. بابا مو جولدردو يعني جعل أبي يضحك. طيب لو قلت بابام جولدو، بابام جولدو ضحك أبي، هنا من الذي أضحك أبي أو ما الذي جعله يضحك؟ لا أعرف. لكن هنا بابام جولدردو يعني أضحك أبي، من هو الذي أضحكه؟ هو الذي أضحكه. هنا يكون شخص معلوم. مثلا نقول لك مارت بابام جولدردو. مارت بابام جولدردو، هنا من الذي أضحك أبي؟ هو مارت. مثال آخر، بوشيتلري سونرا ألدررم. بوشيتلري سونرا ألدررم يعني فيما بعد أجعلهم، يعني أجعل شخص ما يأخذ الأكياس. بالنسبة للفعل المتعدي، هنا ضفنا له الزمن الواسع ألدررم.